الحوار في كلمة طيبة نقولة ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وبين العالمين احنا بين العالمين دو ما أبوي وعمي الغازم ديل الله يضرون ضرارا مرارا وتكرارا ضررا كده عظيم وبليغ ومباشر هذول كيف هذا يقول بسم الله استغفر من كلامك ده هذول كلام ده حرام هذا الكلام ده بمركك من الملة الملة دي شنو؟ يعني تبقى ذول كعب وتبقى حطب نار تخش النار دار تخش النار انت هذا هو هاي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفرت هاي يا اخي الابو ده مكانته كبيره شنو كلاماتك فيه دي يا اخي ما بدل بتكلم في ابوك دي يا اخي ابوك ده والله مكانته كبيره شديد ابويا مكانته كبيره يخربوا يخربوا والله خراب الرقدوا ابونا ابويا انا بعرفه هاي هذول هاي اتقي الله يا اخي قول استغفر الله العظيم يا اخي ابوك ده والله مكانته جدا ما كبيره يهز ويرز خلاص هذوليته كنت سويت فيها كده خلاص انا خليته لكن والله انا كان كنت حاضر والله يومي دي ما خلاها تعرسوا كله ما خلاها تعرسوا لكن انا فت وين ما عارف انا ذاتي والله طشيت ما عارف مشيت وين الوقت ده انت ناس يا طاش انت سويت خطوتك يا شوم بتدور تحصل لك قروش سفر ساعه البلوله مليوه حقك تقيف فيه وتاثره هاي لكن ما عندنا حق عندنا حق اقول لك كلام البلول اخوي من ناحيه شرعيه والله دي ما عندنا خد وتين خبرك بالشرع اخوي وكيف اخبرني بالشرع وما اخبرني بالشرع اروح لقدر نزعله يا هو جبت كلامين قلت لك ده ما تفارقوا بعدين السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله كيف حالك كيف الحال طيبين الله يكرمكم حبابه وين انا قاطعين حبالكم والله بندور نزعله ازعله ما بدا لكم متغالطين في شنو اها اللبو ما تقبال جدو بيارس ولا بيارس لا ده ما بيارس اخوانا ده احنا ما بنسميه نفطيس ما قلت لك انا والله تعرفوا الحاجه قاعدين ساي هو اللي ما زادوا اختلفوا في المزعله دي يا زول هوي ما تلتخ ساي اللي ما انت بتعرفون هاي كيفين منو الحنبلي ايوه ونحن مالكيه اها الاثنين دي لك بيروحوا ليه ما قلت لك انا هوي يعمل حسابكم الدين ده مو لعب وبحور وغريقه ما تقعد تفتو ساي وتمسكوا لي في القشور اوعى من تمسكوا في القشور شوفها ناس الفتوى دي عندها ناس المتخصصين فيها الدائر تزعل امشي ازعل من هناك هاي انت ما عطستوا ها ازيك يا فضيل هذا لا ارحب والله ان شاء الله اخوك خير لا هسه والله يا فضيل مغبي وكايسين له دريب وما خلينا يجزي خانه ما فتشناها ان شاء الله بس باقي الادويه يلقوها الدريب هين هذول الدريب براه بس ما لقيته انت افضل الجنه ده سببه معاه شنو والله هنا برايك دي ما نعرف له سبب اها جنى اخوك ان شاء الله بقى كويس قالوا ارتجاج في المخ لكن الدكتور طمنا قال خفيفه الله يرفعه يا اخي الله يرفعه لكن مساققه شديده المصيبه دي تعب جري انزل جيب دريب جيب حقن اسكت ها الله يعينك انا ثلاث يوم انا عطس لا اله الا الله محمد رسول الله فقهته يفقهك الفقاه ان شاء الله هذا انت مالك والله بعد نوديك البوليس بس كل ما مره فاكم لك دول عارفها فضيله اها واد عمي لا اظن عنده شعرانه مع العطسه واد عمي مالك هذه تما تما انت لحقني ولاد عمي هذول هاي لكن انا بدور اللجر هذول اللجر فين في لقى الناس هاي لكن الواحد المفروض يعطس يقول الحمد لله عشان انا اقول له يرحمك الله حلنا في الحوار في كلمه طيبه نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة
نحن بين العالمين دولة تكفل الأولى.